من بلد شباب وزن 71 كيلوغرام مراد الشحاتي من الأردن ورامي حامد من لبنان. إلى منصة التنفيذ للمركز الثالث عن الميدالية البرونزية أحمد قداش من لبنان وويس العيسى من فلسطين. مبروك والله والله أستاذ. وفي المركز الثاني والميدالية الفضية علي سالم من العراق ويقدم الميداليات نائب رئيس الاتحاد الأردني الأستاذ محمد شلول والفائز بالميدالية الذهبية أيوة الحسد فيها عود. حزام لحزام. مبروك.